السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم استفادة. العديد من الأصدقاء يتساءلون عن طريقة عمل قناة على اليوتيوب بالطريقة الصحيحة. سأريك في هذا الفيديو كيف ستعمل. سوف نعمل معا قناة احترافية جديدة، بالطريقة الجديدة. كما تعلمون أن يوتيوب غيرت البلاتفورم ديالها، أو البلاتفورم الواجهة واجهة اليوتيوب لم تعد الكلاسيكية القديمة، أصبح مظهر جديد في هذه السنة 2019. كل ما نريده منكم إخواني الكرام هو تشجيعنا بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب، أو إذا كان عندك أي تساؤل هو قم ب يعني قم بوضع تعليق وسنرد عليك أخي الكريم. بسم الله، نتوكل على الله. كما تعلمون إخواني الكرام، ستدخل إلى حسابك على اليوتيوب، مثلا تضغط على يوتيوب مباشرة، هنا يوتيوب، تدخل إلى رابط اليوتيوب، بعدها ستظهر لك قناتك هذه. كما ترون هنا يظهر استوديو يوتيوب التجريبي. سندخل إليه. عندما تدخل أخي الكريم، تكون واجهة هذه القناة القناة بالجيمايل، بالجيمايل الأساسي الأول. كل ما عليك هو الدخول إلى استوديو منشئ المحتوى الكلاسيكي، ثم الذهاب هنا إلى إعدادات اليوتيوب. أنا أسرع قليلا لكي تظهر لك الصورة جيدا. إعدادات، اضغط على إعدادات اليوتيوب. ستلاحظ هنا توجد كلمة اسمها حسابك، وأسفلها يوجد إنشاء قناة جديدة. انظر أخي الكريم، أوصيك ثم أوصيك أن عندما تريد أن تعمل قناة جديدة، لا تعمل القناة باسم الإيميل أو البريد الإلكتروني الرسمي. البريد الإلكتروني الرسمي اتركه جانبا، اتركه جانبا، واعمل قناة جديدة أخرى. هل فهمت؟ الإيميل الرسمي اتركه، اعمل له قناة ولا تعمل عليها، اعمل قناة أخرى مثل بهذه الطريقة التي سأشرح لك. لأن المشكلة هنا عندما تجعل القناة بإيميلك الرسمي الأول، ستعمل قناة، وعندما تغلق لك سيكون عليك ممنوع أن تدخل إلى حساب قنواتك الأخرى. يجب عليك أن تترك الإيميل، القناة الإيميل هكذا، اتركها جانبا واذهب إلى عمل قناة جديدة أخي الكريم بالضغط على إنشاء قناة جديدة. لإنشاء قناة جديدة يرجى إنشاء حساب علامة تجارية، كل ما عليك هو اختيار اسم. مثلا نختار هذا الاسم، هذا اعتباطيا، أنت اختار الاسم الذي تريده. إنشاء، تضغط على إنشاء. إن كانت اللغة عندك بالفرنسية أو الإنجليزية، كل ما عليك هو الذهاب إلى أسفل اليوتيوب، ثم تغيير اللغة باللغة العربية لكي تكون عليك الطريقة سهلة. ندخل الآن إلى ندخل إلى قناتي هنا، سيوجهنا إلى هذا هذه الواجهة.
كما ترى عندما دخلنا وجهنا إلى القناة الأولى، يعني القناة التابعة للإيميل. هذه قلنا لا تشتغل بها، اذهب إلى تبديل الحساب. ها هي القناة التي أنشأناها، لقد ظهرت، ادخل إليها أخي الكريم. كما ترون 0 مشترك، كذا كذا. هي هذه فيتنس تولز، اضغط على قناتي. هي هذه القناة التي أنشأناها إخواني الكرام. سنضغط على استوديو يوتيوب الإصدار التجريبي، لأن في 2019 يعني سيكون هذا الاستوديو هو الذي سيكون في اليوتيوب. الإصدار القديم لن تجده متاحا بعد يعني بعد أشهر. نكمل الشرح إخواني الكرام. بعد أن قمنا بعمل قناة جديدة على اليوتيوب، سنضغط هنا على استوديو منشئ المحتوى الكلاسيكي. سنعود يعني إلى منشئ المحتوى الكلاسيكي، لأن هذا المنشئ الاستوديو هذا التجريبي يعني ناقص شوية، يعني ليس مكتملا بعد. يعني نعود إلى منشئ المحتوى الذي اعتدنا عليه أو الكلاسيكي. كما ترى هنا أخي الكريم، أول شيء هو يجب الذهاب هنا إلى القناة، ثم إثبات الملكية. أول خطوة يعني يجب عليك أن تعملها هو إثبات الملكية. إثبات الملكية يتم أخي الكريم بمثلا بإدخال رقمك الهاتفي، يعني تقوم بإدخال رقمك الهاتفي، ثم ترسل إلى رسالة، تصلك رسالة بها أرقام وتدخلها هنا، يعني لكي يتم تفعيل قناتك. الخطوة الثانية إخواني الكرام هي يعني عندما يعني تدخل الرقم الهاتفي، يعني عندما تكون هذه تضع عليها علامة خضراء، مباشرة تقوم يعني تكون هذه الصورة المصغرة المخصصة مفعلة، يعني تفعل أوتوماتيكيا بعد أن تدخل رقم الهاتف يعني الخاص بك. وكذلك التعليقات تكون هي أيضا مفعلة، وكذلك أيضا الفيديوهات التي تتعدى مدتها 15 دقيقة. هذه هي المهمة إخواني الكرام لكي تبدأ في إنجاز أو في طرح أول فيديو لك. تحقيق الدخل، كما تعلمون أن سياسة يوتيوب الجديدة يعني تلزمك يعني أن تكون قناتك قد حصلت على 2000 مشترك يعني في هذه السنة 2019. يعني لا بد أن تتعدى قناتك وتحصل على 2000 مشترك، وكذلك 4000 ساعة. يعني يمكن يعني بعد ذلك اوتوماتيكيا تقوم يوتيوب بتفعيل الدخل في قناتك أخي الكريم. يعني هذا كل شيء، هذه هي الطريقة الصحيحة لكي تنشئ القناة. إذا تبقى شيء وهو يعني سأشرحه لك أخي الكريم، وهو تغيير الصورة. هذه الصورة يجب أن تغيرها. أنا أسرع قليلا، يجب أن أعود، سأريك يعني أين ستذهب. اضغط هنا، ضغطنا على إعدادات اليوتيوب، بعد الضغط على هذا الزر يوجهك مباشرة إلى هنا، إلى هذه الصفحة. ستقوم بتعديل قناتك على الجوجل بلس. هذا الاختيار إخواني الكرام يمكنك أيضا من تغيير الاسم، يعني يمكنك من تغيير الاسم. هنا يمكنك يعني تغيير هذه الصورة، يمكنك أن تحمل أي صورة كيفما كانت، يعني كيفما كانت إخواني الكرام. سأرى عندي صورة هنا مثلا، ليس مهما، يعني سأختار أي صورة، أختار هذه مثلا. القادم سيكون
كيف تحصل على يعني كيف تصنع فيديو حصري يعني مجاني بدون حقوق ملكية. يعني عندما تطرحه في قناتك على اليوتيوب لن تغلق لك يوتيوب قناتك أو الفيديو الخاص بك. وكذلك سأشرح لكم كيف تحصل على عنوان مميز يعني يصعد بك على يعني مربع البحث. يعني عندما يبحث الشخص عن كلمة ما يظهر فيديو الخاص بك في يعني في الأعلى لكي يحصل يعني يحصل الفيديو الخاص بك على مشاهدات عالية. تختار الصورة وتقطعها هكذا بالطريقة التي تعجبك. يعني اخترنا الصورة، يمكنك أيضا اختيار الصورة الثانية كما اخترنا في الأول، اختار في المرة الثانية. بعد ذلك تعود إلى اليوتيوب، تعمل فقط يعني تعمل فقط تحديث للصفحة وستتغير الصورة مباشرة أخي الكريم. عدنا إلى هنا، يعني نعود إلى القناة. نعود إلى قناتنا إخواني الكرام. يعني كل ما يتبقى لك أخي الكريم هو يعني أن تنشئ فيديو خاص بك ويعني وتقوم ب يعني بنشره على قناتك على اليوتيوب. تتبعوا الشرح القادم، سأشرح لكم كيف تنجزون يعني فيديو رائع بصور وفيديوهات قصيرة تجمعها لكي يصبح عندك فيديو كبير. يعني والفيديو يحترم يعني الصور والفيديوهات التي سأريكم يعني تحصلون عليها من مصدر يعني مجاني يعني بدون حقوق، يعني بدون حقوق الملكية. هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا استفادة، نحن معكم دائما لكي تستفيدوا إخواني الكرام. إن كان عندك أي تساؤل أو أي علامة استفهام لا تنسى التواصل معنا عبر وضع تعليقك في الأسفل أخي الكريم. مرحبا بكم، نحن هنا لكي تستفيدوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.